تقوم مديرية صيانة مشاريع ري وبذل الأنبار إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بتنفيذ أعمال التكسية الحجرية لقناة الورار للمسافة المحصورة ما بين ناظم الورار إلى جسر عمر، وبطول 300 متر كمرحلة أولى، حيث يشمل العمل رمي الحجر وبناء الجدران الساندة والتكسية الحجرية ومصاطب الجلوس. نسبة الإنجاز الحالية هي 90%. الغاية من العمل هو منع التجاوزات، إضافة إلى الناحية الجمالية، حيث يعتبر الموقع هو مكمل لكورنيش الرمادي الرئيسي. كانت زيارة الأستاذ مؤيد أحمد موسى مدير صيانة الأنبار إلى موقع التكسية الحجرية في ناظم الورار، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، والحقيقة العمل على قدم وساق، ما محتاجين ولا أي مشاكل، والحمد لله والشكر، وتشرفنا بزيارتكم، حياكم الله. المشروع مرحلة أولى 250 متر تكسية حجرية، والأمور طيبة والحمد لله. المرحلة الأولى كل معوقات ما عندنا والحمد لله. زيارة الأستاذ مؤيد على طول مستمر ويانا، تواصل دائما معك معك نتواصل ويانا، وأي مشكلة تلاقينا الحمد لله ما عندنا أي مشاكل نحلها. من أعمالنا الرئيسية هي أعمال تطيرات الجداول والمبازل الرئيسية والفرعية في عموم محافظة الأنبار، حيث العمل جاري في مواقع القرمة والصقلاوية والعامرية، وحاليا في جزيرة الخالدية وجزيرة الرمادي وزنقورة. الغاية من تطهير المبازل هو تخليص الأراضي الزراعية من المياه المالحة وتسليك المياه باتجاه المحطات. من أعمال الأخرى هي تطهير الجداول، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المستفيدين بالإضافة إلى إسالات الماء، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الموارد المائية، تقوم كوادرنا بأعمال إزالة وتسوية بحيرات الأسماك المتجاوزة، حيث من أولويات وزارتنا هي توفير مياه الشرب ومياه الاستخدامات المنزلية، حيث تم إزالة أكثر من 90 بحيرة موزعة على أقضية الفلوجة والرمادي. يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الحكومة المحلية ومديريات الموارد المائية في المحافظة. جميع المتجاوزين يتم تبليغهم، وفي حال معارضة يتم تقديم شكوى، ولكن يعني نظرنا أنه أكو تجاوب من المتجاوزين، ويتم إزالة التجاوزات بحضور المتجاوز نفسه، كما موضح الآن هي إزالة بحيرات في جزيرة الخالدية. رئيس مهندسين أقدم مؤيد أحمد موسى، مدير صيانة مشاريع ري وبذل الأنبار. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر دائرة صيانة مشاريع ري وبذل الأنبار المتمثلة بالمهندس أستاذ مؤيد أحمد موسى بأعمال رفع البحيرات والتجاوزات، والمنطقة إن شاء الله كلها متعاونة وياهم، وإحنا هاي البحيرات كلها إذا نرفع بيها و... مثل ما تعرف هذا التأثير راح يكون على... إيه طبعا تأثير على الثروة المائية وتدري هاي الماء هسه شوية قل بالمحافظة، فإحنا نتعاون ويا دائرة الموارد المائية في المنطقة. والله إحنا ندعو الأهالي كلهم تتعاون ويانا بردم البحيرات، لأنه تأثر على نسبة المياه، وإن شاء الله الأساتذة ما يقصرون دائرة صيانة مشاريع الأنبار المتمثلة بالأستاذ أحمد موسى. وشكرا، حياكم الله. طبعا أنا أشكر السلطات العليا اللي قرروا الصيانة والمشاريع، جزاكم الله بالخير، مشاريع الري. وحقيقة يعني إحنا كنا نزرع نسوي هاي السمك، وكانت تتأثر على قيعنا بالنسبة للنزيز ومصاريف أكثر من اللازم، ووارد كان ماكو، وثانيا المي هم صار قليل، وإحنا ويا القانون وتأثر على الزراعة المجاورين، هاي واحدة. اثنين إحنا هم زادينا ويا القانون، نحب شيء بالقانون، ودنا إنه نطلع إجازة وبالداخل الحقول لاصحاب الحقول. اي اكيد اكيد، والله هي غير مجازة. اي والله. واحنا نحب اذا اكو قانون ومجازة وشيء رسمي وما بيها مشاكل وتخدم المواطن، والله احنا نكيف على الشيء هذا. احنا وانا هسه اليوم كانت حفرها يكلفني وردمها يكلفني، فبدات الري جزاهم الله بالخير بالمشاريع، وقاموا بردمها ورتبوها وجزاهم الله بالخير، وانا اشكركم اشد الشكر. شكرا جزيلا. والله الحمد لله، واني مرتاح بوجودكم
وقرارات الدولة اللي هي صحيحة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لتعاونك. والله احنا هم أشكركم أني وتعبناكم ويانا وجهودكم، وإن شاء الله خادميننا وأنتوا خدمة للوطن جميعا، المسؤولين وكل الكادر المسؤول على الري هو جزاهم الله ألف خير. جزاك خير، شكرا جزيلا. أي والله شكرا جزيلا. وكانت تكلفنا يمكن ملايين، هاي تنردمها ملايين. هسه شنو هسه تكلفتها؟ هسه كل شيء ما تكلفه على الدولة، كل شيء كله على الدولة. والله بس أجيب مي، كلفتني مي أجيب الحفارة وهاي بس مي يشربون، ضيفهم مي، ضيفهم مي. أي والله شكرا لك حجي. أي والله واحنا نشكركم. متعاونين وياهم؟ أي والله متعاونين. أي أكيد طبعا طبعا طبعا. النتيجة تكون نتيجة، نتيجة إيجابية أكيد. من نتيجة إيجابية على هذا المشروع الناجح إن شاء الله. منكم كل التوفيق. والله جزاكم الله بالخير، وحنا نشكركم وجزاكم الله بالخير وجهودكم، إن شاء الله تبقون سالمين للوطن وخدمة المواطنين والفلاح، وحنا نشكركم وجزاكم الله ألف خير.